السلام عليكم، مساكم الله خير. وهذا اجواء مكه اليوم. طبعا السحب هذه شرق مكه، منطقه العوالي الهدى، اللهم صل على خير تجعلنا من القانطين. بنحاول ناخذ لفه ونشوف الخير بانفسنا. الظاهر حطيت الماي ونحاش. خلك، كان ودي اخذك معي لكن عاد بكيفك. جنت على نفسها براكش. وهذه السحابة نقدر نقول فعليا تحت السحابة الحين. ما شاء الله تبارك الله، الحين دخلنا تحت السحابة. وهذه رشة بسيطة، ولا ننسى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر كان يحسر عن ثوبه ويقول هذا حديث عهد بربه. ما شاء الله تبارك، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صيبا نافعا محمد نفع البلاد والعباد. الله تبارك الله، نواصل قدام، الخير ان شاء الله كله قدام. سبحان الله العظيم، 20 متر المطر مره خفيف، هنا غزاره. لا اله الا الله، وزارة المطر هنا. طبعا السحابة ماخذة في اتجاه شرق شمال. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صيبا نافعا محمد في البلاد والعباد. طبعا الاجواء مرة باردة، شيء خيال مع الهواء. لا اله الا الله، صور السحابة كذا صورة بانورامية. السحابة هذه تبرق، وهنا عندنا رعد في السحابة هذه. اسم ما شاء الله تبارك الله، فوقنا الآن هذا وادي النعمان. ما شاء الله تبارك الله، الآن علينا رش خفيف ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا اللي صلحته ذاك اليوم، شوفوه كيف جت مضبوط كذا، فكتني من الأمطار والموية تخش جوة السيارة. سبحان الله العظيم، ما شاء الله والأجواء اليوم، الاجواء حلو ما شاء الله تبارك الله. عقب المطر اللي نزل شرق مكه بدل البراد يجي على مكه. الله تبارك الله.